بلغت كلفة إنشاء ميناء الفوسفات الجديد في العقبة 240 مليون دولار. يحتوي الميناء على العديد من الأنظمة التي من شأنها تسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد على البواخر التي ترسو في الميناء. هنا في المنطقة الصناعية الجنوبية يقع ميناء الفوسفات الجديد بمساحة إجمالية تبلغ 138,500 متر مربع. اتفاقية وقعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع شركة تطوير العقبة. قامت بموجبها شركة المناجم بإنشاء ميناء صناعي على الساحل الجنوبي. نحن نزيد من الطاقة الاستيعابية للميناء الصناعي ليعطي كفاءة أعلى أيضا في التشغيل، وهذا بالتالي ينعكس على عمليات الصيانة يجعلها أسهل وأقل كلفة، كما أنه يؤثر على التأمين الخاص بمثل هذه الموانئ، لأن إذا كان هناك عيوبا في الميناء يكون التأمين دائما كلفته أعلى. 240 مليون دولار تكلفة إنشاء الميناء الجديد ليضم رصيفاً بطول 200 متر لتأمين رسو آمن للسفن ووحدة تفريغ الشاحنات ووحدة التحميل عليها. أنظمة ومعدات مساندة تم إضافتها بهدف رفع القدرة الاستيعابية لخدمة متطلبات الاستيراد والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط ولخدمة الاقتصاد الوطني. تم تعديل خط تصدير مادة الفوسفوريك، تم إعادة بناء خط استيراد مادة الأمونيا، كذلك بناء خط تصدير لحمض الفوسفوريك إضافي، وتزويد وإعادة بناء الرصيف القديم وتزويده بمعدات حديثة. الرصيف المينائي القديم تم إعادة تأهيله ليصبح تصدير الأسمدة للشركات الأخرى أمرا سهلا في بيئة عمل تمتاز بأنها مطورة وتخضع لإجراءات السلامة العامة ويلتزم العاملون هنا بها. أعمال مشروع إعادة تأهيل الميناء الصناعي من المفترض أن تنتهي في شهر آذار من العام المقبل، والذي بواسطته سيرتفع حجم المناولة إلى 10 ملايين طن سنوياً. صفاء خوالدي، المملكة، العقبة.